نخلي الرجاله تشيلك بالكرسي تدخلوك في اللجنه، اللجنه فيها مراوح شغاله احسن من الجو ده هوا. وبعد كده هوا الاستاذه شيرين فين؟ المستشاره شيرين عندها بسكوت وعندها عصير وعندها ميه ساعه وبوفيه بيجيب قهوه لو انت بتشرب قهوه، حاجات حلوه يعني. سعاده المستشار محمود عبد الحميد اللجنه العامه. اهلا وسهلا. انا المستشار فرغلي رئيس اللجنه العامه الاولى. اهلا بيك. اللي بان المدرسه دي وبان المساكن اللي وراها كلها تبع الجمهوريه العامه للمولات. انت بانيها كمقاول يعني؟ اه. وديت فين الفلوس؟ عملت بقى اعمال في الحي التاني مسكنه وطلع. المهم ان تكون يعني جواك كده عملت شيء لوجه الله الكريم.